السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا في جديد وحلقة جديدة. بهذا الفيديو راح نلعب غير فورتنايت، راح نغير، راح نلعب انترنت كافيه. تجربة كتير حلوة، أنا شفت كتير ناس عم تلعبها وفعلا أنا حسيت إنه فيها متعة جدا إنك ترقد ورا الزباين، وكأنك فتح فعلا كافيه بالحقيقة، وبالك عم تتابعهم وتتابع أمور كبزنس، يعني تعتبره أول بزنس بحياتك. فعلا فيها شيء جدا ممتع، ممكن نلعبه ونجربه. هلا خلينا نبلش أول ما نفتحها ونشوف شو راح يفتح، شو راح يصير معنا خلال الأول بتاعتنا. طبعا بالبداية راح نبلش اللعبة، طبعا ما راح ولا راح اخليك الفيديو تقريبا مدته 20 دقيقة بس حتى نحكي، يعني فيها حال وكان الفيديو اطول من هيك فراح اجزه ولا 20 20 20. واذا انتم شايفينه طويل قولوا لي قصروا، واذا شايفينه قصير قولوا لي طولوا. فشاركونا تعليقاتكم وراكم بهذا الموضوع هذا، وخلينا نبلش مش هتسمعوا. يلا بداية خلينا نعمل نعمل ستار. طبعا بعد ما عملنا ستار هو راح بيقول لي انه بدك تحب تاخذ 10000 تبلش فيها، ولا بتحب ب 10000 تدين 10000 وبالاضافه تسمي اسم الكافيه. انا من الناس ما بحب الدين، خلينا نبلش ب 10000 لانه بالدي 10000 اكيد ما راح اشتري شغلات ما لها فائده، وممكن انه اشتري شغلات منها فائده وانكسر بالمصاري، بس ان شاء الله ما يصير معي هذا الاشي لانه انا حاطط خطه حسب ما شفت الناس. بالبدايه راح اشتري انا قطعتين بس، وراح انا هنا هدول ابلش اطور الكافيه واشوف شو احتياجات المطلوبه حتى بلش اطورها. هاي النقطة الأولى، النقطة الثانية ما بحب الدين، النقطة الثالثة بالإضافة إنه وقت نبلش بالرقم الصغير نعرفش الاحتياجات المكان، فنبلش نتطور على هذا الأساس، يعني هيك البزنس مطلوب. والعشرة آلاف دين بعدين بيصير يتركب علي دين، فجوز يصير علي فوائد وضرائب لأنه تأخرت بالدفع. فالمهم إنه بهالموضوع هذا اسم الكافيه راح نسميه سيلفستر، طبعا اسم القناة شو موجود منه، المفروض إنه راح نسميه كافيه سيلفستر ولا نعمل ستار. 1 2 بليز ويت. يلا المهم الزبده انه هون لازم تنام وهون مكان وتتبع الشاشه. المهم بس معانا انا صوت غريب، هانجري، جوعان هذا صاحبنا وبطيء هذا، ليش طول بالك؟ يلا لا بس فيه والله اللعب مره بطيء. لو بليز كلوز ارم ما بدنا. كل حال خلينا ناكل. ما بدي بيتزا، ما هات بيتزا، لأني اليوم شق يعني ونتعب كتير. بس ما في شي تاني. طيب خلينا ننزل، هذا مو فاتح ولا هون. طيب بدنا نطلع الباب. الباب يا هيو الباب. هون غرفة النوم يلي ما لها باب. حلو. هذا هو. طبعا سكر. 233 رقم الغرفة. حلو سكر. ايش هاي 62؟ هلا في اول شيء البنت الباركة بدنا نروح نشوف شو وضعها. 60 متر يا اخي، ليش هيك انت بتمشي؟ شوف شو هذا يعني الغريزة. ايش شو ها؟ What the fuck؟ شكله هذا من اوله يبلش ياخذني على النسوان. طيب خلينا نروح على الكافيه تبعي. اوه شو هاد؟ سي 4 اوف وانطرت انا. What the fuck ايش في؟ اوه حلو. شاشة مش كام خيو؟ ابوه 900 والله حلو ناخذها. بس هي الشاشة مشان شو؟ LD كيو 452. حلو. هاي كيبورد فارا كمبيوتر. والله برأيي نشتري من هون الأغراض أحسن ما نشتري من الإنترنت ونتكلف ونوجع راسنا. طب أنا راح أشتري البي سي يعني أخذه، لأنه طبعا أنا استعجلنا شوي لأنه أنا دور ارتاح. هدو تنظيف فوق. كوب 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 يا اخوي كوب. هي اي ام اندرستاند. هاي البوستر خلينا نحطه هون. حلو هيك احلى. مو انا المهم اشوف، المهم انه الزباين تشوف. شو هاي الساعة؟ هاي يمكن جهاز المكيف. المهم بدنا ننظف.
اي مثل ما هذا صاحبنا شفت كتير ناس تعمل تنظيفات للمحل، انه اول فتح لنا يعني تعرف انتو لازم ننظف ونظبط ونحط عطورات ونرش ريحة حلوة ونسوي عروض. اهم شي نسوي عروض، اهم شي نسوي عروض، لان العروض هي تجيب الناس صراحة. شوف انا وين حاط الكمبيوتر، حلو طبعا اشتريت البي سي من فورا لانه معروف دايما كبداية مستمع يكون هو الافضل، مو الافضل يعني هو كبداية لانه الاوفر يعني، بس ولكن بالمستقبل ان شاء الله وسيك الله حط جيبنا مصاري واشتغلنا نعمل شو اسمه. تمام، طب وين نحط هاي المساء احسن ما نوقفها؟ ما نقدر هيك توقفها هيك بمكان يا زلمة شوي. تعطون كيو والار. خلينا نكمل اغراض الكمبيوتر، نشتري الشاشة. حلو حلو، حلوة لما تطلع شاشة بي سي، تطلع شاشة غير شيء. ايش في عندك كمان للبيع؟ الكمبيوتر بورد يلزم. طبعا انا بلشت بالقطوطة اي غلط لازم ادخل وارجيكم شلون، بس شفت في عالم هيك عم تلعب فشفت انه عروض حلوة مثل ما يقولوا، فنشتري ليش ما نشتري؟ نشتري احسن ما يروحوا ينباعوا وبعدين نتندم مثل ما يقولوا. تمام هلا هون، تمام هلا يفارق كيبورد الشاشة. تمام بدنا هلا طاولة، تعال نشوف ندبر طاولة. اي نيد طاولة يا شباب. ايش في عندك انت للبيع؟ بيتزا؟ لا 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 ما بدي. ايش هاد؟ هذا الهوتيل، ما بدي هوتيل. ايش هون؟ اي كافيه تبعي. ايش في هون؟ ايش هون؟ جيد باي باور. ايش هاد؟ ما عنده شيء، شكلنا اشترينا من كل شيء من عند صاحبنا. خلاص خلينا نروح نشتري طاولة، نتصفح الانترنت، شغلنا الكمبيوتر، خلينا نشوف ايش بدنا نشتري. مش يعني اف مشان تسوي زوم ستار كمبيوتر، ما عاد يفوت. حلو شغلنا الكمبيوتر، الحين بدنا نشتري. طب ايش في هون؟ مشان نغير الديزاين. حلو هاي عشان هذا مبنى فيه جيمنج، بكير على الجيمنج. خلينا اول شي نجهز الكمبيوتر. لا ما بدي. انا شفت العالم كتير على الكيديا عم تشتغل. هلا عندي تقريبا هاي 4 نجوم 5 نجوم، فخلينا نشتري من 4 نجوم. طب هاي حقها تقريبا 3710. طب خلينا نحسبها بشكل اوتوماتيكي، نحسب على النجوم مقسم نشوف انا هي قيمة النجمة تبعيتها اغلى وبنفس الوقت اوفر. شو هاد؟ This video for audio only. هادي هادي طلع لك. هلا في هذا 4800 تقسيم 5 نجوم، ترجع النجمة تقريبا 960. استثمار لا بأس فيه، 710 تقسيم 4 نجوم ترجع 930 تقريبا نفس الشيء. فخلينا اشتري انا هاد. هذا 2700 2800 تقسيم 3.5 نجوم تقريبا، لا يعني 4، لا ترجع ب 800. فاشتري واحد تاني من هاد لنشوف شلون يكون. يعني هون 3 نجوم، لا خليني على هاد، هاد 4 افضل. هون عندنا تقريبا 3004 نجوم، لا هذا افضل. لا هذا غالي، 4000 ليرة، 4100 تنقسم 4100 تقسيم 4.5. لحد الآن هو أفضل سعر هاد. شو هذا؟ شو بيطلع إعلانات هون؟ حتى هون في إعلانات يا زلمة. يعني حد الآن أفضل سعر شفته هو هاد، فهي نشتري كمان قطعة. طبعا يكفي
يعني لسه احنا للبي سي ما اشترينا شيء، فخلينا نشتري طاولة للبي سي ولا اشتري نشتري نسيت اشتري اشتري هون شوين، وين كانت وين هون؟ لا هون، اه هون صح. اه انا اشترينا البي سي، اشترينا صندوق، ما بدي مروحة، كرسي طبعا بدي كرسي، فخليني اخذ افضل كرسي بارخص سعر. يعني هذا 100 بنص نجمة، هذا بمية 800، لا غالي 200، غالي 300، غالي والله غالي لو. طيب خلينا ناخذ هذا اللي رح نكسره بعدين. والله عنا بي سي واحد بس، ايش طلب بده طاولة. كونسل ماني مصلحة، سماعات من مصلحة، كيبورد عنا، فار عنا، هاي عنا. خلينا ناخذ طاولة، طاولة بدي طاولة. طيب ايوه تمام، هاي الطاولة وير بلاك. طيب انا ادور على، بس ما يكون صار خشيت الحرامي، على ارخص طاولة، لان تكون هاي 460، 400، لا هاي 460 هاي ارخص من هاي افضل. حلو 200، يعني هون جت ب 300 النجمة. لا والله باخذ هذيك اضبط نجمتين هاي. طب انا اشتري هاي تمام. اتوقع انه الحين لو وصل كل شيء خلينا نطلع نروح نبلش نطبق الاقراض مثل ما وصلونا وبلش يلا. نعم بعد يجي يسرقنا كمان، لا احنا مالنا ناقصين كرسي. اوه طيب تمام، هاتوا خلينا نحط هذا جوا. اوه يا اخي بدنا الكرسي، ايش كلها شدوها ليش؟ شلون كان؟ لا مو هيك. اه تمام، لك يا زلمة مش هيك، ما بنعرف. اه لازم ندور بالاول، ما انتبهت على ايدي هيك محطوطة. اه تمام هيك تمام، خير نجيب التاني نشوف ايش بيك. طلعنا الطاولة مرة نظبطها، ايش طلعنا؟ او الطاولة. طيب انا نحط الطاولة هون، يعني لازم بدنا نحط المكيف هون عشان يغطي هون بالنص. اه تمام لا تعال تعال روحي تعال تعال روحي روحي تعال. حلو حلو تعلمنا، يعني ها صار التحكم فيها شوي ايزي. حلو تمام، هلا بروح نشوف شو كمان عندنا هون. اه اكيد تمام، اتوقع هاي الغالية صارت. اوب اوب اوب، حلو طيب حلو. ولا نروح اللي بعدها. طب اتوقع هاي الماكينة زي ايه هي؟ اه زي هيك. طب 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 هاي زي هيك، خلينا زي يعني عشان اعرف شلون حاسب العالم. تمام نايس، تسع معي ماكينة تالتة، همزة وسعت ماكينة تالتة. اوه نايس والله تسع. لا لا طيب طب خلينا حتى هون، بأنه عندي شوية مصاري فبفكر أروح أجيب كمان ماكينة. صار عندي بي سي شغال تمام، ما هي حاجة سماعات وتمام، فهنشتري نشتري ماكينة تانية. شو هاد؟ شو هاد؟ أتوقع هاي مثل بوسترات. آه بوسترات، خليني أشتري هاي البوستر وأشتري اي البوسترات، كثير مهمات يعني شيء مهم جدا. هون المروحة ب 1400، هون 1200 تعطيني نجمتين ونص تقييمها. طب خلينا نحسب، اتوقع انه هي الافضل، هي غالية كثير، هي الافضل. خلينا نحسبها 1200 تقسيم 2 ونص، 420، 480 ترجع الوحدة، 62 تقسيم
سيم 3.5 ولا 4.5؟ 4.5. لا 3.5. ستمية وستمية وسبعتاشر. الأفضل هاي، خلينا نشتري هاي. طب خلينا نركب هدول، لأن أنا بلشت أجور راح يخلص اليوم، لأن هو من متوقع هو بس مع كل أكل يخلص اليوم. خلينا نركب هدول. روحت السقف هاي، خلينا حطها بأنه راح يكون انتبهنا كنت الغربية والأوركيديا، فخلينا نركبها هون. ألو، خلينا نروح المحل التاني نشوف شي. أي شو؟ البوستر وين حطوه؟ وين حطوه؟ وين حطوه؟ وين حطوه يا بزوز؟ وين حطوه؟ وين حطوه؟ حطوه وين؟ تمام، يعني مشان واحد من يدخل بيتفاجأ بهذه الصورة. جميل، تمام، حلو. هون ايش في كمان عنا؟ طول بالك. طب حلو 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 حلو، خلينا نحطها هنا. طول بالك، هون يصير عندنا هيك 3 ماكينات يشتغلوا بنفس الوقت. حلو، تمام، صار عندنا 3. اشتركوا كمان، مشتري انا نسيت. بوستر، حلو. في عندنا بوستر. طب طن طن هون يا اخوي. هون هيك، تمام، حلو، جود، نايس. لانه هون بده يصير هيك واجهة الناس المحل، تدخل هيك من باب المحل. شايف شلون صورتين جميلة جدا، وهي هيك تمام مشان الدخلة. اتوقع على هذا القدر نكفي، خلينا نروح ننام لان راح نجوع، وبكرة الصبح ما يجي هذا اللي عندي، وبلكي هذا يكون نزله كمقطع، وبكرة نرجع وخلاص ونكون هون. خلينا نروح نحط راسه النوم، وبكرة الصبح صباح ربح شوف ايش بده يصير. ايش قدر رقم غرفتي؟ 233، تذكرت. اذا ايوه 33، ايوه 33، ان شاء الله بكون مخربط. خليني اروح اكل لاني جوعان، والله جوعان مره، والله تعبت. سوبر، طيب اخذ هاي. ما شبعت. سيلي يكفي يكفي يكفي، بكرة الصبح بنلاقي مكان ثاني ناكل فيه. وبيكون لهون خلص الفيديو، لا تنسوا تحطوا لنا لايك اذا عجبك الفيديو، اذا ما عجبك الفيديو حط لي ديسلايك مشان نشوف شلون عجبكم هي السلسلة ولا ما تعجبكم. ان شاء الله تكون عجبكم هاي باليوم الاول بالمخ الكافيه، شو عملنا وشو سوينا مثل ما انكم شايفين. وان شاء الله بكره هو الفيديو خالص وعملت له مونتاج وجاهز ومرفوع على اليوتيوب، وان شاء الله بكره الساعة 6 بينزل الجزء الثاني من الفيديو ونشوفه باليوم الثاني شو عملنا. وبس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.